أعزائي المتابعين، أهلا ومرحبا بكم. اليوم يوم جدا مميز، اليوم هذا مختلف عن كل الأيام. زي ما قاعدين تشوفون إخوان، تاريخ اليوم 1 مارس. مارس ولا تويكس؟ أنت مين قالك أنك تضحك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، خرب علينا السيناريو يا إخوان. نرجع لموضوعنا. زي ما كنت أقول لكم إخوان، اليوم هذا جدا مميز، وزي ما تعرفون تاريخ اليوم هو تاريخ 1 مارس، ودام أن هذا اليوم هو أول يوم بالشهر، أهلا وسهلا بكم في سلسلة توبز لا تضحك. ياب، زي ما شفتوا يا اخوان اليوم عندنا سلسلة توبز لا تضحك. لو سمحت انا جديد بقناتك، ايش فكرة السلسلة هذه؟ هلا وسهلا بيكم منور. اول شيء بدري انت وك مشترك، وينك من اول؟ والله معليش ما حد خبرني عن القناة هذه. لا امزح وياك والله. على العموم فكرة السلسلة هذه بكل بساطة ان المتابعين يتحدوني اشوف فيديوهات بدون ما اضحك، وابشرك دائما المتابعين يفوزون لاني اضحك. لكن اليوم يا انا يا انتوا يا اخوان، اليوم نسبة الشخصنة بيني وبين الفيديوهات 100%. بحاول ان شاء الله اني اشوف كل الفيديوهات بدون ما اضحك، وبدون ما نطول خلونا نبدا. وانا اشوف الصور والفيديوهات القديمه في جوالي. عينك نظره حنين بتحن للمين؟ الله، هذه لما تشوف فيديوهات السفر قبل الازمه اللي احنا فيها الان. بتحن للمين ولا مين؟ ايه، لكن نقول ان شاء الله ان الازمه هذه تنتهي قريب ونرجع لحياتنا الطبيعيه. انا يوم السبت بخليه مذاكره وحل واجبات. انا يوم السبت الكلام هذا حقيقي. يوم السبت ما ادري ليش كذا الواحد يحب ما يسوي ولا شيء. ابو عابد ايش عندك يوم السبت؟ اوف مشغول الله لا يوريك. من تنتظر يوم الجمعه حتى تشبع بيه نوم العصافير والبزارين الساعه 6 الصبح. ايش في يا شباب؟ يتهاوشون يرقصون يغنون، والله ماني فاهم. ما احلاها بس ايش اسمها؟ إيه مبدئيا اسمها قطه، تمام؟ لا حبيبتي احنا نحكي لها بسه. لا قطه بسه. اوكي طب ثلاثه بالله قطه. الله محلاها القطوسه، بتعملي ايه؟ ايه؟ والله شكرا، حلوا المشاكل. انت ايش؟ قطه بسه؟ خلاص قطوسه يا شيخ. احلى تحيه لاهل ليبيا. اوكي ايش قاعد يسوي بالضبط؟ اوكي نو، الحين هذا كسر الكاس عشان يطلع الشاحن. شفتوا ذولي قنوات اللايف هاكس الغبيه اللي سوينا عنهم حلقه قبل 3 شهور؟ هذا واحد يتابعهم صدقوني. ان شاء الله اخوان الشهر هذا راح يكون في حلقه جديده عن اللايف هاكات الغبيه، محضر لكم كميه فيديوهات روعه. اوكي تصورني؟ يلا صور حبيبي. لا 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 بالكعبة صدمني قليل الحياة. أنا الغلطان، المفروض ما أعطيك وجه. انقلب السحر على الساحر. حلو بيطلع واحد الباب بخوفه، تمام؟ حلو ممتازة. إذا لعبت بدون سماعات كوين ذا؟ سند شوفي وينك انت؟ ما تشوفني؟ لا وين؟ حلو حلو المشاركة، ولكن ما راح اضحك اليوم ترى جاي وانا متأكد انه ما راح اضحك. لا والله استهبل، والله مزحة حبيبي. اوكي ما اشوف الهطف الا الهطف، ولا اقول لك ايوه اذا انت تشوف ان الشخص هطف حلو فاعرف حط براسك انك انت اهطف منه. كفو الادمي هذا يا اخوان ملك الردود، اذا دخلت معاه بجيم وشفت اسمه اوقف ولا حط ميوت ولا قفل المايك لانه مستحيل اذا اعطاك رد. هذا لا ينظف المسبح. شو السالفه؟ ثينكس مون اراوند صغير كان اذنك عيوني ما ترش فيها سمعي فيها تلاني. ما عليه مودي. لا للتنمر يا اخوان، التنمر اكس فهاوة احمد شو يا هو. دخلني
اوكي يمين بالله حبايب القلب انسحب. انا انسحب يا ابل. انا اللي انسحب. ما ضحكت. اوكي دام ان شفنا مقطع لاحمد شو يا اخوان حاب اقول لكم من هذا المنبر ان في تحدي من سلسله ميم ستوبز راح تكون ضد احمد شو اللي يتوعد بهزيمتي. انتظروا الفيديو يا اخوان برضو راح ينزل ان شاء الله هذا الشهر. اعطيكم نصيحه لوجه الله. أوكي. لا تسوي ولا شيء من وراء ابوك وامك. مره كنت جالس في البيت جاء اخوي سلطان قال لابوي بروح الملعب اتفرج مباراه الاتحاد. قال له لا اتفرجها في التلفزيون. قال له طيب بروح القهوه اتفرجها عند العيال. قال له روح. وانا وابويا وبندر اخوي الكبير جلسنا نتفرج التلفزيون الا شويه كذا محمد نوري سجل هدف. اوكي سابوا الجماهير كلها وراحوا لمين؟ الله 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 الله. بين 30,000 ما المخرج ما راح الا سلطان اخوي. فانا شفته وسكت دسيت عليه لانه عارف انه بيروح الملعب كذا ماسك الضحكه. ابوي يقول لي ولد هذا مو اخوك؟ لا هذا ما اعرف مين. الزبده ابوي فكاي خلاص يعني وقع في الفخ ذاك الوحش. ابوي جلس يستناه كلنا نستناه بنشوف ايش يدبر له كيس. زبده سلطان داخل البيت ومبسوط والاتحاد فايز. لما دخل يقول ريحتي معسل من المقهى. جد الى متى يا ابو عابد تقول انك ما راح تضحك وتضحك؟ قسم بالله يا اخوان الموقف هذا مو طبيعي ورب الكعبه اقوى موقف كنت سمعته في 2021. يلا مو مشكله يا اخوان هي ضحكه واحده. ترى انا قلت بدايه الفيديو انه ما راح اذكر ضحكه واحده بس. ما تقلقوش الامتحان حيجي سهل حتى اسالوا الدفع اللي قبلكم. ما احنا الدفع اللي قبلنا يا دكتور. اسالوا الدفع اللي قبلكم اقصد. الله ما عليه تحصل صدقني. الاستاذ ليه ما تشارك؟ انا اذا شاركت على الهدوء. يا حبيبي انا ما سالتك. انا ما سالتك لا تجاوب. ما سالته ويجاوب. شو مدخلك انت؟ على الهدوء. والله اني شايف الفيديو هذا من اول لكن ابو الفدا يا اخي مو طبيعي. لا حول ولا قوه الا بالله. ترى انا قلت يا اخوان الفيديو هذا ما راح اضحك الا ضحكتين فقط. الظاهر انكم توهمتوا اني بضحك ضحكه واحده او ما راح اضحك ولا ضحكه. وين احنا عايشين يا عمي؟ نفسيات؟ الواحد يبي يضحك يغير جو. شكرا لكم مع تحياتي الهيئه العامه للتصرف السليم قسم المخارج. ننتقل للفقره الاخيره يا اخوان على السريع اللي هي فقره الدونيشن للستريمرز في تويتش. اوكي زي ما تعودنا يا اخوان ندعم الستريمرز اللي ما يكون عندهم فيوز كثير علشان نحمسهم انهم يستمرون في انهم يسوون بثوث. الدونيشن باسم عبد الرحمن $5. وينك لك وحشه يا ابن الحلال. خلينا نشوف رده فعله. ليش احس انه شوي يشبهني؟ شكرا عبد الرحمن يعطيك الف 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 عافيه يا حبيب قلبي. الله يعافيك. خلي الواحد يستحي. اقرا الرسالة طيب. وينك لك وحشة يا ابن الحلال؟ انت اللي وينك تعال. يعجبني اللي يمشي المواضيع ويخليها تمشي زي ما هي يعجبني دايما. يستاهل دونيشن ثاني الان. يا بعد قلبي عبد الرحمن. تدرون كيف يا عيال؟ خلوني اصدمه وبكتب له بالشات من حسابي الشخصي انه معاك عبد الرحمن. معاك عبد الرحمن يا حبيب قلبي والله. يا الله الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك ويوفقك ويسعدك ان شاء الله ويسعد كل من يشوف هذا الفيديو. اعتذروني يا اخوان اول ما دخلت عند البث كان قاعد يقول ببدايه البث انه بيفتح قناه باليوتيوب قريب وانه بيحاول انه يحقق حلمه وزي كذا. فخلونا ايش نسوي له دونيشن اخير حق الضحك. يا صدم يا الله. يا حبيب قلبي والله الله يسعدك الله يسعدك. لا لا تعال وين رايح؟ قلبي والله شكرا ربي شكرا شكرا. قسم بالله يا اخوان ردة فعل رهيبة. باذن الله نشوفك من اكبر اليوتيوبرز على اليوتيوب كامل. يا ساتر. وانا معك يا شباب. Now that's a big move. Things